هنبدأ إن شاء الله أول حاجة بطيور الزينة أو العصافير، وده طبعا أهم حاجة عندنا في الفيديو النهاردة. يلا بينا نشوفها، يلا بينا. عاملين كام الزغلولين دول؟ 250؟ $500 جنيه القص اللاتين. عاملين كام دولار؟ عاملين كام؟ 3300. انصاص بتلاتة ونص صح؟ في قص معاه عيال، في قص معاه عيال قص انجليزي بقى. قص معاه زغلولين بتمانية ونص. الواحد بيخش يضرب اللي بيفتح العش. ثمانية آخر. الجزء الألبينو دول بكام؟ 500. والذكر الكبير ده 1.25. جزء ب 1500 وجزء ب 1800. اللي بيشتري يشتري يا باشا. حد هيوصل؟ عاملين 3 جوز؟ جوز عاملين 3000. جوز فرنساوي مع بيض ب 1200 جنيه. ده جوز شغال ب 500. ده غلولهم موجود. جوز بادجي لاتيني عاملين 150. بكر ما شاء الله الوانه حلوه ومرسوم، مرسوم بالمسطره الله اكبر. عامل 170 جنيه. اكل بشع الزغلولين البلاك عاملين 5. الاستراليات الصغير ب 60 والكبير ب 80. لم الاستراليات النهارده ما شاء الله كويس.
القص والبلاين دول عاملين 500 جنيه. جزء الاونلاين عاملين 700 جنيه. كم الرز صح؟ الرز اللاتيني عامل 400. عامل كم الرز ده؟ 400 يا برنس. رز باتنين ونص. كم الدخل ده؟ 2 ونص يا باشا. ماشي. قص الوايت فيز ب 500. شبابات الكناريا ب 500 جنيه. جوز الانجليزا خضر ب 600 جنيه. دول جوز معاهم اربع زغاليل ب 800 جنيه. قفص من ده ب 50 جنيه. حجم ده ب 50. المدور ده برضو ب 50. كام دي؟ 115. العين ب 115؟ هما الاثنين مع بعض. العين ب 115. قصدك العين ولا الصف؟ الصف. يعني العينين ب 150. تمام. انت لو عايز تفتحها تبقى على بعضها زي مطار، او تقفلها يشيلوا جزئين، ففكرتها جميله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون لميت لكم كل الاسعار على قد ما قدرت، واتمنى اللي يشوف الفيديو ده يستفاد من التقرير. ولو انت مش مشترك في القناة بفكرك تاني، ياريت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك التقارير كل اسبوع، واي فيديوهات جديدة نقدر ننزلها تشوفها. ولو انت مش مشترك في البيتش بتاعت الفيسبوك، هسيب لك اللينكات اسفل الفيديو علشان تقدر تزور البيتش بتاعت الفيسبوك والجروب، ويا رب ان شاء الله تعجبك وتشترك فيها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.